عشر دروس من ملك التشاؤم شوبنهاور، أولها درس الحب. عرف شوبنهاور بكتابه العالم إرادة وتمثل، وهذا كتاب صدر عام 1818، وكان حدث غير مهم بالنسبة لكثيرين، ومر مرور الكرام دون أن يترك أثرا كبيرا. كان الغريب أنه الكتاب كان بلغة سهلة، لم يكن من المعهود آنذاك أن الكتابة الفلسفية بهذه الطريقة. كان هناك هيجل بعظمته وموسوعاته الفلسفية ولغته المقعرة والصعبة، كان هو المهيمن على الساحة، لهذا أهمل كتابه لفترة طويلة، حتى أنه بعد 20 سنة أبلغ، جاءت رسالة وقالت له أن كتابك تم بيعه كورق تالف. ما الذي فعله شوبنهاور بشكل دقيق وجعله متميزا عن غيره؟ ليس بالتشاؤم بالطبع، لكن هو لفت أنظار الناس إلى قضية أساسية كانت تعتبر خارج إطار التفكير. كان التعويل على أن العقل والمنطق والحس والإدراك هو الأساس أو مكون الأساسي للإنسان في طرق تحصيله للمعرفة، لكن هو قال لا، هذه مجرد أدوات لشيء عميق داخل الإنسان، وسمى هذه الأداة أو هذا الدافع بالإرادة، وقال إنه هذه الإرادة تختلف عن الإرادة التي نتحدث بها فيما بيننا، إنما هي إرادة عمياء لا تعرف، يعني مو أنا أريد شيئا، أنه ليست الإرادة لهذه الأشياء التي نريدها، إنما الإرادة التي تقف خلف هذه الإرادة التي نعتقد بأننا أصحابها أو أصحابها الأصليين. يقول إنه إحنا الإنسان كل ما يراه هو ما مجرد الشيء الذي تفرزه مرشحاتنا الشخصية. هذه المرشحات هي اللي عبارة عن حجب تمنعنا من رؤية الواقع الحقيقي. والواقع الحقيقي ما هو؟ هو بجوهرة عبارة عن إرادة، أي حاجة تتطلع دائما إلى المزيد ولا تعرف التوقف ولا دائما نهمة وتطلب المزيد. الآن بعد 200 سنة على ظهور هذا الكتاب، أتساءل ما هي حاجة الإنسان للعودة إلى أفكار شوبنهاور، وماذا يمكن أن يقدم لنا؟ أنا دائما أحاول في هذه السلسلة من الفيديوهات أن أقدم شيء على صلة بواقعنا. كثير من الناس أو الأشخاص أو الجامعات حتى ينشغلون بقضايا بحثية، ويستعيد لك أرسطو، ويستعيد لك أفلاطون، ويستعيد لك سيرة أنبياء وسيرة مصلحين وسير مختلفة وأحداث مختلفة ووقائع ومفاهيم مختلفة، لكن كثير ما أنت ما يعني تبقى محصورة بالجانب البحثي الأكاديمي، لكن نادرا ما نجد جواب على أسئلة الحاضر ومشاكله. سلسلة هاي الحلقات راح تكون دروس من هؤلاء العظماء في التاريخ بما يسعف حياتنا على التجدد وعلى طرح أجوبة أو معالجات لمشاكلنا المعاصرة. الآن ما هي الدروس التي يقدمها لنا شوبنهاور؟ أول درس هو درس الحب، وهذا طبعا قد يعتقد البعض بها مفارقة، لكن انتظروني أو أصبروا عليه شوية إلى أن نوضح الموضوع. يقول شوبنهاور أن إرادة العيش داخلنا هي اللي تدفعنا بقوة وإلحاح مستمر إلى الأمام. هذه الإرادة هي تجعلنا نتلهف دائما لتحقيق مصالحنا ورغباتنا، وطبعا أكبر هذه الرغبات هي الرغبة بالجنس. نحن جميعا بالضرورة أو بالفعل والضرورة نتخيل سنوات المراهقة سيناريوهات جنسية إيروتيكية مع شريكنا المرغوب، يعني معجبين بامرأة أو امرأة بنت معجبة بشاب، وتتخيل مشاهد رومانسية معه أو إيروتيكية حتى. هذه كل احنا مرينا بها المرحلة، لكن كيف نفهم هذه الأمور؟ شوبنهاور يتناول هذا الموضوع
لكن هو يتناول من باب انه هذه رغبات الاراده العميقه العمياء داخلنا، وليس رغبات شخصيه فقط، وليس رغبات عقليه او التمنيات، انما هنالك شيء عميق داخلنا، وهذا الشيء العميق اعمى هو اللي يقودنا، هو اللي يسيرنا. يعني انا اشبه ب قائد لحصان جامح، سنوضح الموضوع لاحقا. من اشهر ما قيل عن شوبنهاور بانه دائما ينظر الحياه على انها شر مطلق، وان انها تحيل كل سعاده الى تعاسه، وكل راحه الى شقاء، وايضا كل صحه الى مرض، واعتبر ان الشقاء والعناء والمرض والالم والموت هم جميعا الاصل والاساس، كل ما عدا ذلك هو استثناء. لكن نرجع لموضوع الحب، لم يقل شوبنهاور ابدا ان الحب لا قيمه له ولا شان، بالعكس تماما، اعرب عن احترامه الشديد له. المشكله وين؟ هو قال بانه احنا او هو انزعج من فكره، من اساءه فهم الناس لمفهوم الحب. لماذا؟ لانهم يعتقدون انه مجرد تجربه حدثت بالصدفه، ومن اول نظره كما نقول بعبارات الرومانسية. يقول هذه نظرة سطحية، الحب تجربة عميقة جدا ومرتبطة مباشرة بإرادة العيش، وأهم غايات هذه الإرادة هي التكاثر أو إنجاب الأطفال. ثم يتساءل، ما سر كل هذه الضجة عن الحب؟ لماذا كل هذا الإلحاح والجهد المبذول من أجل الحب وكل مظاهره؟ يجيب على هذا التساؤل ويقول بأن الهدف من كل علاقة حب هو أهم هدف من بين كل الأهداف في حياة أي إنسان، لهذا هو يستحق بالضرورة كل هذا الاهتمام. يقول طبعا عندما نعقد أو نحدد موعد غرامي أو جلسة غرامية أو سهرة غرامية، ما نفكر بالأطفال. يعني احنا اتفقنا على موعد غرامة نمارس حياة الجنسية بشكل طبيعي، لكن مو فكرتنا ان نفكر ننجب اطفال. لماذا؟ لان ارادة الحياة داخلنا هي تخدعنا وتجعلنا نفقد عقولنا في هذه اللحظات، لما حتى تنجح في تلبية طلباتها واحتياجاتها ورغباتها، يعني المندفعة المتهورة احيانا. القضية كيف يشرحها شوبنهاور؟ يقول احنا لابد ان نتكاثر بطريقة صحيحة، وهذه العملية ما راح تتم الا بتجاوزنا لعقولنا. العقل سيقف عقبة في طريق تكاثرنا، وبالتالي لابد ان تأخذ الارادة العميقة داخلنا حاجتها وفرصتها وتتقدم على العقل، بل تحول العقل الى وسيلة لتنفيذ غاياتها. لهذا السبب حتى نربط الموضوع، هو احتاج ايضا على مظاهر الملل والضجر والتضحيات من اجل الابناء. يقول انه هذه كلها بسبب انه احنا حجبنا عقولنا وجعلنا الفرصه لارادتنا ان تقودنا وتتحكم بنا. يعني ربط الموضوع بطريقتنا في اختيار الشريك. يقول الاراده هي اللي تفرض علينا نوع الشريك الذي نختاره. يعني نعتقد بانه نعشق هذا الشريك، لكن الحقيقة هذا اللي يحدث كل خدعة تقوم بها الإرادة العميقة داخلنا، هي خلينا نعتقد بأنهم شركاء مثاليين. الحقيقة ليست هكذا، الحقيقة أن اختيارنا خاضع لرغبة الإرادة هاي العميقة اللي تدفعنا أولا للتكاثر بأي طريقة، لكن وطبعا بأي طريقة ومهما كانت عواقب هذا الأمر، وهي تدفعنا لهذا حتى نختار ما ينقصنا في هذا الشريك. هي إذن إرادة استبدادية تحاول أن توظفنا لصالحها وتخلينا نختار شريك اللي بإمكاننا معه أن ننتج جيل جديد يعوض يعني الشخص المرتبط أو العاشق عن نواقصه ويديمها، أو ينقل نسل محسن للأجيال اللاحقة. يقول هذا اللي يحصل فعلا. يعني هسه احنا عندما نجي الحاصل فعلا، احنا معظم الزيجات تحدث يعني احيانا دون وجود توافقات كثيره،
إلا التوافق العاطفي، يعني العاطفي المشحون بالرغبة والشوق والحب. لهذا السبب بعد ذلك إحنا بعد الزواج وبعد تحقيق هاي الرغبة راح نتفاجأ بوجود تعارضات كثيرة بيننا وبين شريكنا. هذه سببها الإرادة العميقة اللي إحنا أهملنا دورها وأخفلنا الاهتمام بها وما حسبنا حساب جيد لها. هو أيضا يضرب مثال آخر على الطريقة اللي تتدخل بها هذه الإرادة، أننا مجرد أن ننتهي من أو نصل إلى لحظة الذروة الجنسية أو الأورجازم، بعد ذلك نشعر بالوحدة والضياع وربما حتى القرف مما فعلناه. هذه الذروة يعني كنا ننتظر بأننا سنعيش في لحظة سعادة لا توصف بعد نيلها يعني والقبض عليها بأيدينا، لكن الذي يحدث عكس هذا، احنا ما راح نشعر بالسعادة بعدها، مجرد أن نقبض على هاي اللحظات القليلة النادرة وبعدها نعود خائبين، نشعر بالوحدة والضياع وأيضا الفراغ. يعلق على هذا المشهد، مشهد النهاية المأساوية للممارسة الجنسية، يقول: أكاد أسمع بعد كل انتهاء مضاجعة الضحكات العالية للشيطان. أعتقد الفكرة أو الصورة وصلتكم وطريقة تفكير شوبنهاور بمسألة الجنس والحب. الدرس الثاني اللي قدمه أن شوبنهاور يقول أن العزلة شر لا بد منه، فيقول بأننا جميعا تنتابنا حالات نشعر بها بالوحدة، الملل، العزلة، يعني نفقد طعم الأشياء ومعنى السعادة الحقيقية. هنا يقول يفسر لنا الموضوع شوبنهاور وينصحنا باكتشاف كل واحد من عندنا نفسه عن طريق العزلة. كيف أو لماذا العزلة بالتحديد؟ يقول لأننا بدون هاي العزلة لن نستطيع اكتشاف أنفسنا العميقة، ولن نستطيع اكتشاف الإرادة بداخلنا أو اللعب التي تمارس الإرادة بحقنا. هو يربط بين العزلة والحرية، يقول: من لا يحب العزلة لا يحب الحرية، أي أن الذي لا يشعر أو لا يعيش ظاهرة أو لحظة العزلة لا يعرف معنى الحرية. معنى آخر أن الحرية هي الصنع العزلة. يقول أن معظم المتميزين بين البشر هم الذين عندهم قدرة خاصة على العزلة والانعزال عن الآخرين، ويسوي مقارنة، يسوي علاقة عكسية أو طردية بين الحالتين، وكلما ازدادت قدرات الناس الاجتماعية كلما قلت قدراتهم الفكرية، والعكس صحيح. السبب يقول احنا نضيع نسبة كبيرة من طاقتنا ليس على تطوير قدراتنا الفكرية بل على استنزافها في علاقاتنا الاجتماعية، بمعنى ان كل ما قللنا من علاقاتنا الاجتماعية كسبنا وقت اكبر لفهم معنى الحياة والوجود ومن نحن حقا. طبعا هذا الدواء مو سهل على كثيرين، اكو ناس يعني يعتبر نفسه هو اجتماعي، يعني هو فطر تبع يتعود على هذا النمط، لكن ممكن الموازنة، لأن يعني الخيار هو يعني المسألة حساسة جدا. يعني بعد ذلك راح بالدرس الآخر راح نشوف إنه هاي قضية كلش مهمة جدا، لأنه راح تساهم في تخفيف المعاناة التي سنواجهها حتما شئنا أم أبينا. طبعا لازم ننتبه، احنا هنا ما نتحدث عن مواقفنا الاجتماعية او الاقتصادية او ظروفنا الحياتية، انما نتحدث عن موقف كل واحد من ابنا كذات حرة تريد تفهم موقفها وموقعها بالعالم والوجود، وتحدد نمط علاقاتها وتواصلها مع الاشياء والاخرين ايضا. لكن السؤال: كيف يمكن لنا تحقيق هذا التواصل؟ يجيب شوبنهاور بالحرية، وهي حرية لن نجدها إلا لحظة ننعزل تماما بين فترة وأخرى. السؤال عن كيف ننعزل، يقول: بالاعتكاف مثلا
وإبعاد كل مصدر خارجي عنه، نقطع التواصل مع أقرب الناس إنه، وطبعا الإنترنت والموبايل وجميع وسائل التواصل هاي يعني ما يحتاج واحد يقول لازم لابد نمنعها. القضية وين؟ لازم ننتبه هنا أيضا، يعني حتى أوضح فكرة شوبنهاور، هو ما يقول إحنا نمارس طقس الوحدة مثلا، لأن هذا خطأ. الوحدة لا تختلف تماما عن العزلة، أو هي المفهوم معاكس للعزلة. الوحدة هي أن الإنسان يشعر بحاجة ماسة إلى الآخرين ولا يستطيع ذلك. أما العزلة فهي عكس هذا تماما، هي الابتعاد عن الآخرين، يعني هو الآخرين يحيطون به وهو يحاول أن ينقذ نفسه ويخرج من إطارهم ويحاول أن يواجه ذاته كما هي. طبعا هنا الفكرة، أكرر، شوبنهاور ما يشجعنا عن أن نبقى بالعزلة، لكنه يدعو الجميع إلى أن يتعلموا فن العزلة لمقابلة أنفسهم والعثور عليها، بشرط أن يتخذوا هذا القرار يعني بين فترة وأخرى. حتى يعني شنو نحتاج حتى نطبق هذا الدرس في حياتنا؟ نحتاج فقط اتخاذ قرار، هذا القرار في وقت نحدده بأنفسنا بين فترة وأخرى. يعني هو يعني ذكرنا هذا القرار بقرار الرسول الكريم عندما قرر الاعتكاف في غار حراء، وأيضا بعد الإمام الغزالي اللي ذهب باحثا عن اليقين. أيضا يجب التنبيه مرة أخرى حتى أوضح فكرة شوبنهاور، أن العزلة الدينية تختلف عن غيرها من أنواع العزلة. يعني أنا ما أقصد أن الرسول كان منعزل، لأنه حتى لا، كان منعزل يتأمل بالعالم والأشياء ويتأمل في نفسه، ما كان الدين بعد نازل، لكن بعد أن نزل هو جهر بالحق. الفكرة أنه العزلة الدينية ليست اكتشاف للذات، لأن هي بالعكس هي عزلة أيضا تدعو المنعزل الديني إلى محاربة نفسه وليس اكتشافه، يعني يحارب نفسه لصالح عقيدة خارجية عنه. العزلة اللي يقصدها شوبنهاور هي بينك وبين نفسك فقط، طرف ثالث غير موجود، يعني سواء هذا كان الطرف هو إله أنت تؤمن به ذهنيا أو شخص موجود في الواقع، فعلى المستويين أنت منعزل. وكيف تنعزل؟ مثلا واحد يقرأ كتاب، يتمشى، يطلع يتمشى فترة طويلة، يجلس على النهر، يتأمل في العالم، اكو طرق كثيرة من هذا النوع. وطبعا هو الإنسان يعني المشكلة وين، هذا الدرس وين أهمية تكمن؟ بأنه احنا كأناس معاصرين أصبحنا أشبه بأشخاص منذورين للخارج بالكامل تقريبا. يعني إذا كان الخارج أحيانا يدخل لك للبيت في الموبايل بالتلفزيون بعشرات الطرق يوصل لك، يعني الأخبار المواقع والأحداث تتناهبنا يعني، وحتى مشاكلنا اليومية ومشاغل العمل، هاي كلها تخلينا نفقد قدرتنا على التركيز على ذاتنا، وأيضا نفقد قدرتنا على تحقيق أهداف اللي نضعها بين يوم وآخر، ليس على المستوى البعيد بل حتى على المستوى القريب. قرار العزلة أو الاعتكاف هكذا كفيل بإطلاق سراح أنفسنا، لأننا يعني كما أعتقد أسرى واقعنا وأسرى أحداث حياتنا اليومية، أسرى بالحقيقة لقطار الأحداث المتلاحقة التي لا نهاية لها. إحنا نحتاج إلى التوقف والنزول من هذا القطار بين محطة وأخرى، لكن بشرط أن لا نهبط في محطة خالية أو مليانة بالبشر. المهم نهبط في محطة أو نتوقف في منطقة خالية من البشر لكي نجد البشري داخلنا، والهدف استعادة قدرتنا على السيطرة والتحكم بحياتنا. الدرس الثالث، السعادة وهم، وكل ما علينا أن نتخلص فقط من المعاناة. طبعا في الأوقات العصيبة احنا دائما أو كل احنا مرينا بأوقات عصيبة نعتقد بأننا لن نجد أفضل من حكماء وفلاسفة الأمل لمساعدتنا ونجدتنا. في الحقيقة أن الأمر قد يكون عكس هذا تماما،
الأفكار اللي يقدمها لنا فيلسوف التشاؤم ربما تساعدنا أكثر من هؤلاء. السبب: شوبنهاور هو من بين جميع الفلاسفة كان أكثر واحد صرف وقته بالتفكير بحالاتنا الذهنية المتقلبة مثل الملل، العزلة، الوحدة، استحالة الفوز بالسعادة. رؤى شوبنهاور لهذه الحالات قد تساعدنا على التصالح مع أنفسنا، وعلى الأخص عندما نمر في ظروف استثنائية. فكرة شوبنهاور باختصار هي: تخلص من المعاناة تعيش سعيدا. السبب: أن السعادة تكمن في غياب المعاناة، وليس غياب السعادة هو معاناة. يوضح الأمر، يقول: ما نسميه سعادة هو في الحقيقة أمر سلبي بالكامل ولا علاقة له بأي شيء إيجابي. مع هذا هو ما يربط طبعا بين السعادة ومشاعر الفرح والسرور، هل لابد نقولها، لأن هذه يراها مجرد محاولة للهروب أو التهرب من الملل والسلبية والكآبة. مثلا يقول: احنا ما نشعر بقيمة صحتنا إلا عندما نفقدها، وما نشعر بقيمة جسدنا وسعادتنا بهذا الجسد إلا عندما نشعر بالصداع والألم، أو ربما الحذاء ضيق على قدمي، يعني أشعر ذاك بهذا الجسد. يعني الجسد فقط موجود، أو نشعر بمعاناة فقط عندما نصاب بأمر يعني جلل أو حتى صغير مثل جرح إصبع. هذا الحال نفسه ينطبق على حالتنا، يعني وضعنا عندما نشعر بالضيق النفسي أو القلق، وهذا نتيجة طبعا يحصل كثيرا بيننا، نتيجة طبعا موقف عاطفي مرضي سواء بالعمل أو من حبيب أو حبيبة. يعني بديك اللحظة، لحظة القلق هذه أو الضيق أو الانزعاج هذه، نشعر كم كنا سعداء قبلها. الحل شنو الحل؟ الحل يقول لازم نستعيد لحظاتنا السعيدة حتى نصبح سعداء. لكن كيف؟ يقول: على كل واحد من عندنا يتوقف ويقول: أين أقف أنا الآن؟ أو أين أوجد الآن؟ وأين ذهبت تلك اللحظات السعيدة؟ كيف ممكن أسترجعها؟ عندها نقارن بين الواقع السعيد السابق ومعاناتنا الآن، بعد ذلك نحاول نتخلص من هذه المعاناة. يعني نسأل شوبنهاور، لكن ماذا نفعل يا شوبنهاور إذا واجهنا موقف سيء وما يصير أحد؟ يعني يقول: عندها يجب أن يعثر كل واحد مننا على طريقته الخاصة لإزالة التجارب المؤلمة اللي يمر بها. يقول: مشكلة البشر وين؟ أنهم يركزون على مسألة الاستمتاع بفرص الحياة وخلق هذه الفرص بأي طريقة. الصحيح أننا إحنا ننسى أو نتجاهل مشاكلنا بنفس الوقت، بل ربما نخلق مشاكل إضافية لها بحجة الفوز بلحظات سعيدة. يقول: يجب أن نواجه مشاكلنا لا أن نتهرب منها بحجة السعادة. يعني إحنا قلنا وخلصنا من هذا الموضوع، إحنا خلينا مرتاحين. لا، هذا الغلط. يقول: احنا اذا سوينا هاي الطريقه فراح هاي المشاكل والمعاناه راح تلاحقنا مهما حاولنا التهرب منها، وستقبض علينا لاحقا عاجلا ام اجلا، وبالجرم المشهور. الحل بدل من كل هذا نواجه مشاكلنا مباشره، والغايه قلق هذه المشاكل من جذورها نهائيا، وإلا عادت لتنمو مجددا وتكون سبب أكبر لمشاكل أكثر تعقيدا وأيضا معاناة مضاعفة. حتى نضرب مثال، يقول: أنت مثلا، خلينا نقول مثلا الآن أنت عندك عمل، هذا العمل تحتاج حتى تدفع به تكاليف الحياة. في يوم ما مثلا أنت شاهدت سيارة يعني أفضل من سيارتك، فقلت أوكي هذا يعني صار عندك رغبة بداخلك لشرائها، وإضافة هذا المبلغ الإضافي، وأنت تترك بأنه هاي المسألة راح يعني أنت راح تضيف عبء إضافي عليك، وهذا العبء الإضافي راح يسبب لك معاناة. يقول: الأفضل من هذا شو تسوي؟ يعني أنا أضرب مثال حتى أوضح فكرة شوبنهاور. يقول: الأفضل من هذا شو تسوي؟ أنه أنت إلغي هاي، يعني حاول تقاوم هاي هرمونات الرغبة أو الإرادة بداخلك للاستهلاك،
الغي هاي الرغبه وقل اوكي انا هذا الفرق المبلغ الاضافي اللي راح ادفعه على حساب راحتي وسعادتي ومعاناتي او اللي يخلي في المعاناه، هذا المبلغ راح اخصصه ل يعني لاكتساب مهاره جديده، الدخول في دوره تدريبيه، القيام بعمل مفيد ممكن بالمستقبل يطور وضعي. فيقول بهذه الطريقه احنا بدل من ان نجعل الفرصه للاراده تتغلب علينا وتحقق اطماعها وحاجاتها الانيه، احنا نستثمر هذه الرغبه ونقول لا احنا نأجل الموضوع لكي لا ندخل انفسنا في معاناه اكبر بسبب من اجل سعاده طارئه ووقتيه. المفروض نفكر بالسعاده الاكبر او معاناه الاقل مع الوقت. يعني هكذا تكلم شوبنهاور. الدرس الثالث، افهم عقلك الباطن. يقول يمكن للإنسان أن يفعل ما يشاء لكنه لا يستطيع أن يشاء ما يشاء. بعبارة أخرى، بإمكاننا أن نفعل ما نريد لكننا لا نستطيع أن نريد ما نريد. قلنا هاي مقولة بها تعقيد نوعا ما لا بد من شرحها. قلنا أن الإرادة هي أساس فلسفة شوبنهاور. من خلال كتاب شوبنهاور إرادة العالم إرادة وتمثل نفهم أن الإرادة قوة نفسية خفية داخل الإنسان وطبعا ليس داخل الإنسان، داخل كل شيء أيضا، يعني الوجود بأكمله محكوم بإرادة خفية، وهذه الإرادة عبارة عن قوة عمياء لا عقلانية وهي اللي ترغمنا على الحياة والتكاثر والحركة. حتى وهذه من قوانين هذه الإرادة أن إحنا نظن بأننا نتحكم بأفعالنا ورغباتنا، وهذا غير صحيح كما يقول شوبنهاور طبعا، لان هناك شيء اكبر من عندنا. ولدي ديورانت اتذكر هسه الان ذكرته يقول بانه يصف فكره شوبنهاور، يقول بان حالنا مثل حال رجل اعمى قوي يحمل على كتفيه رجل اعرج بصير او مبصر. معنى انه الاراده هي هذا الرجل الاعمى القوي الضخم الذي لا يعرف الرحمه ولا النهم بشكل دائم، ويقود رجل اعمى مبصر، رجل اعرج مبصر كسيح يعني وضئيل الحجم. هذا الاعمى هو الجسد او الاراده العميقه داخل هذا الجسد، والرجل الاعرج الذي محمول على كتف الاعمى هو العقل الذي يقودنا. يعني احنا بوصفي الخاص اقول بانه احنا اشبه بفارس يقود حصان او فيل ضخم اسمه اللاوعي، وكل ما نستطيع فعله هو قياده هذا الفيل او الحصان، اما ان نسيطر عليه فهذا امر مستحيل تماما. يعني احنا لا نستطيع التحكم بهذه الإرادة العميقة بداخلنا، يعني لا نستطيع أن نوقف دمنا عن الدوران مثلا، ولا نستطيع أن نوقف قلبنا، ولا نستطيع أن إذا يعني إذا أصابتنا سنة من النوم ننام يعني. فهذه كلها إرادة، يعني هذه أشكال بيولوجية للإرادة. فعلينا أن نتخيل أشكال اللاواعية للإرادة في أفكارنا وأفعالنا. طبعا هو هذا الفكرة اللي قالها شوبنهاور استثمرها لاحقا فرويد وانتج لنا تفسير احلام اللي يعني قلب فرويد من خلاله الكثير من المسلمات والبديهيات في معرفه البشر. ما هو الحل مع هذا الفيل الاهوج او الحصان الجامح؟ قل الحل الوحيد هو ان نقود الحصان بطريقه سلسه ونحاول ان نكسب صداقته ونحاول نكتشف يعني نقاط ضعفه، نقاط قوته، شنو يعجبه، شنو ما يعجبه. وبعدها يعني المهم دائما ما نجعله خائف او غاضب، لطيف او حتى سخيف. لازم ان نفتهم بانه هناك لا توجد اي فرصه لارغامه على فعل شيء لا يريده. احنا فقط ممكن ان يعني نحاول نساعده على الوصول لهذا الاهداف باسرع ما يمكن. خلينا نفترض الان انت تحاول شخص عندك وزن زياده. أو امرأة أنت الآن وزنك زيادة،
أو شخص تحاول أن تقطع السجاير لأنه جاي تأذيك أو تكلفك أو أسباب كثيرة. هذا بالطبع راح إذا قمت بهذا الفعل راح يغضب الفيل أو الحصان الجامح بداخلك وسيحتج، وإذا عرفته راح يعاقبك. كيف يعاقبك؟ يعني مثلا يسوي لك صداع، يسوي لك آلام معدة، يخليك إنسان عصبي، أي شيء ممكن يستفزك، يعني يخليك ما تنام، أرق، يعني يطلع لك 100 شيء. بالنتيجة الحل الوحيد شو تسوي؟ تحاول أن تهدئ غضبه وشوية شوية حبة حبة، يعني إلى كل يوم تعطيه مكافأة إلى أن يعتاد هذا الوحش على الأمر في النهاية. يعني اجعل التغييرات منتظمة حتى تحقق نتائج واضحة في النهاية. الدرس الرابع يقول خفض من توقعاتك أو قلل من مستوى توقعاتك. يقول أفضل حل للفوز بالسعادة هو تقبلنا لفكرة أقل قدر من السعادة. إحنا يقول نتألم أكثر كلما كانت آمالنا أكبر. هنا يرى شوبنهاور أن الحياة بدون معاناة هي أفضل بكثير من الحياة بمتع كبيرة وسعادات كبيرة. يقول مثلا احنا دائما يعني مشكلتنا وين؟ احنا بمراحل شبابنا الأولى نحاول دائما أن يعني نحقق ونكافح، نحقق يعني أقصى قدر من أحلامنا، نكافح بقوة ونقضي الليل والنهار في العمل وتكبد المشاق. معنى آخر شو هذا؟ ما هذا؟ ماذا نفعل؟ يقول احنا نضع أنفسنا تحت مطرقة الإجهاد والتوتر المستمرين. السبب احنا نرسم أحلام كبيرة جدا، يعني أفق هائل للسعادة، لكن بالحقيقة احنا دايما نخوض معاناة. يعني يكفي النظر إلى سيرة الناجحين والمشاهير حاليا، معظمهم حياتهم مليئة بالتوتر. كثير منهم يعني صحيح شوفه ناجح من الخارج لكن حياته الداخلية عنده مشاكل كثيرة. هو شخص تلقاه يعني ممكن يتناول مخدرات، يعني وراء الكواليس ما تعرف شو القضية. بعضهم يعني كلنا نعرف هاي الأحداث أنه بعضهم أقدم على الانتحار رغم هو ملياردير ويتفننون بطريق الانتحار. هذا سببه شنو؟ سببه هذا يعني وضع جدول أعمال هائل وكبير جدا لتلبية رغبات من؟ لتلبية رغبات هذه الإرادة القابعة داخلنا. يعني الفكرة وين يقول شوبنهاور؟ علينا أن لا نجعل هذه الرغبات تهيمن على حياتنا، ويلفت الانتباه لأن هذه الرغبات هي تضعف كل ما كبرنا. يعني هي مع الوقت يعني لا شاهد نشوف كبار السن غالبا ما يعني يطلبون معاناة أقل وما يردون سعادات أكبر. يعني يحاولون قدر المستطاع انه ما يعني يطلبون سعادات ضخمه لا يكفيني انقلك انا اطلع اتمشى على النهر، اجلس في مكان هادئ، التقي باصدقاء، اتحدث كلام مع اخرين، هاي بالنسبه لي سعاده هائله. المهم لا اسمح للمعاناه ان والازعاجات ان تضايقني. هذا الدرس يقول باختصار أن أسلوبنا في رؤية العالم وأنفسنا غالبا ما يكون هو المصدر الأكبر لتعاساتنا، علينا أن نعيد النظر في هذا الأسلوب. الدرس الخامس، كن عطوفا لأن السعادة ليست هي الهدف أو هدف الحياة. هنا شوبنهاور يعني ينطي قيمة كبيرة للتعاطف ويشوف بأن التعاطف هو أساس الأخلاق. هذا يربط قضية المعاناة أو مشكلة المعاناة، فهو يرى بأن هناك طرق عديدة للتحرر منها. يعني هناك طرق عديدة للتحرر الإنسان منها، التحرر عن طريق الفن، عن طريق التقشف، وأيضا عن طريق الأخلاق، وأيضا عن طريق عدم الاندلاق أو استهلاك الرغبات. هنا يميز هو بين الفن والأخلاق ويقول أن الفن علاج مؤقت، أما الأخلاق فهي علاج دائمي. السبب ليش؟ يقول بأن السعادة هي لأن السعادة ليست هدف الحياة، هي ليست أكثر من لحظة عابرة. لماذا؟ لأن الحياة أصلا بلا هدف،
يقول السعادة الحقيقية الوحيدة اللي يعترف بها، يعني يعترف بها شوبنهاور، هي النوم مثلا. هي هاي يقول هاي الوحيدة اللي يعترف بها شوبنهاور، ما يعني ما قال ماكو شيء آخر غيرها أفضل منها، هي أفضل لحظات سعادة الإنسان. هنا يقول المشكلة أن الحياة لا تطاق بدون أخلاق، ولا يمكن الحياة بدون دليل أخلاقي عليه يجب أن نعثر على معنى لحياتنا في هذا العالم. وهذا المعنى أين يكمن؟ يكمن في تعلمنا كيف نكون رحماء وطيبين تجاه الآخرين، وعلينا أن يعني ننبه أنفسنا لهذه القضية بين في كل وقت وكل حين. الدرس السادس: حارب الملل ولا تتركه مرتاحا. يقول الملل قاتل بمعنى الكلمة، ويمكن أن بحد ذاته نعتبر عقوبة، لأن بعض يعني حتى بالسجن يعتبر السجن الانفرادي هو نوع من أنواع القتل عبر سلاح الملل، حتى يعني يعرف أنه سجانين عندما يحكمون على شخص بالسجن الانفرادي يعني يحاولون يرفعون أي شيء يسمح بالانتحار. السؤال: كيف ينشأ الملل؟ يجيبنا شوبنهاور ويقول من خلال الشعور بالوحدة والخمول. بعدها يتساءل يقول من هما أكبر عدوين للسعادة؟ يجيب ويقول إنهما الملل والألم، وهما من أشكال المعاناة التي لا يمكن تجنبها في حياتنا على الإطلاق. يقول أبرز ميزة لهذين العدوين هما أنهما يتبادلان الأدوار. يختصر الموضوع بمثال البندول، هذا البندول يتأرجح ذهابا وإيابا. يقول هذا ما يتأرجح بين ماذا وماذا، يترجح بين الألم والملل. يقول نحن نتألم عندما لا نفوز بشيء نرغب به بشدة، لكننا على النقيض من ذلك نشعر بالملل عندما لا نجد ما يثير رغبتنا. تكمن أهمية الرغبات أين؟ لأنها تجعلنا مشغولين، لأنها تمنح الحياة ولوقتنا معنى، ولأنها تصرفنا عن الوقوع في فراغ الحياة الخالية من المشتتات. لأننا أيضا حين نفقد الرغبة أين نسقط؟ نسقط في هاوية ذاتنا العميقة، يعني وإذا سقطنا بهذا الهاوية راح نلاحظ بأنه يعني وجود بأكمله أصبح عبء لا يطاق عليه. إذا غاب الألم حل الملل مكانه، ولا وجود للسعادة ولا المتعة كما نتوقع إلا للحظات. السبب لماذا؟ لأننا نطمح بشيء وحين نحققه لا نشعر بالسعادة المتوقعة منه، بل ماذا نفعل؟ نطلب أكثر، يعني حتى نصيب، يعني لنصيب ما نطمح له. بعد ذلك شو نسوي؟ نعاني من الملل مجددا وهكذا. لماذا نفعل هذا؟ يقول العلة في الإرادة العمياء داخلنا، أنها لن ترضى أبدا بما تحصل عليه، دائما تطلب المزيد. الآن تتذكرون الفيل أو الرجل الأعمى أو الحصان الأهوج، يعني الآن ممكن ترجعون إلى فكرة الفيل الأهوج والحصان الأهوج أيضا لكي تربطوا بين الأمرين. القضية الأمل، قضية الملل والألم هي قضية تفسر إلى كثير من مشاكل الناجحين والأغنياء، هؤلاء اللي يعانون من كآبة واللي ينتحر بعضهم كما ذكرنا بالدرس السابق. يقول شوبنهاور لماذا هذه المشاكل تتواجد؟ لأن هؤلاء لا يعرفون سر المشكلة، مشكلة الإرادة اللي داخلهم، هذه اللي لا تشبع ولا تمل ولا تكل، وبالتالي هم ما يعرفون كيف يصطادون فرصة السعادة اللي شرحنا كيفية الحصول عليها بالفقرات السابقة. يعني من هنا ينبؤ شعورهم باللاجئ والعدمية، وأيضا ما يؤدي إلى السقوط بلوح المخدرات والعقاقير، وأيضا ظواهر الطلاق وحالات الانتحار كما قلنا. الحل أين يكمن كما يقول شوبنهاور؟ الحل يكمن في التركيز على الداخل وليس على الخارج، أو أكثر تركيز على الداخل أكثر من الخارج.
التركيز أقل على الأملاك والعقارات والأموال والتفاصيل الخارجية. القاعدة بسيطة، أن نتحاشى أي شيء يلمع ومثير لتلك الإرادة العمياء داخلنا. كلما تحاشينا الأشياء التي تلمع وتثير هذا الوحش داخلنا، كلما عشنا بطريقة سعيدة أقل معاناة ومريحة وهادئة. كل ما علينا أن نركز فقط على علاقة عقلي بجسمي وعلاقة روحي بمشاعري. الدرس السابق، أخرج من الكهف. يقول شوبنهاور أننا نعيش كرجال الكهف المقيدين كما وصفهم أفلاطون، لا يرون من الحقيقة إلا من ظلالها. يقول أن إرادة الحياة تريد منا أن نبقى سجناء هذا الكهف. الكهف هو الأفلاطوني اللي قال بأنه هناك مجموعة من الرجال المقيدين داخل الكهف، وهؤلاء لا يعرفون شيئا عن الحياة إلا من خلال الظلال التي تنعكس، ظلال الضوء التي تنعكس على الجدار الذي المتواجد أمامهم، ولا يستطيعون الالتفات لكي يروا ما أصل الحقيقة. كلنا مقيدون بهذه الحقيقة التي نستلمها من خلال الظلال. يفترض شوبنهاور أن هذا الكهف موجود ليس كمثال، إنما بالحقيقة كل إنسان هو يعيش داخل كهف، وأن الحقيقة مفقودة ولا يمكن لنا أن نعرف إلا ظلالها. كيف يمكن أن نهرب من هذا الكهف؟ عبر الفهم كما قلنا قبل قليل. هذا علينا أن ندرك بأننا نعيش في كهف وليس في حقيقة واقعة يعني صحيحة 100%. ونرجع نقول أنه علينا أن نخصص مكان للعزلة كما قلنا، وأيضا للفن، لأن الإنسان كائن مبدع بالفطرة، والفن يمنحها فرصة لأن يرتقي بذاته ونفسه. الدرس الثامن، التشاؤم ليس أمرا سيئا. طبعا التشاؤم أمر واقع، يعني لا يمكن أن ننكر وجود أن أناس متفائلين مرة ومتشائمين في الأخرى، وهذا الأمر نعاني أو يعني نمارسه يوميا أو نشعر به يوميا، لكنه ليس سيئا بالضرورة. ولا لما وجد يعني التشاؤم؟ لماذا احنا وجد التشاؤم؟ لابد هنالك غاية، لأن كان تابتنا مشاعر مختلفة. التشاؤم أمر واقع كما قلنا ونشهده يوميا، وهناك نوع من التشاؤم هذا يسمونه التشاؤم الدفاعي، وهذا استراتيجية يعني يخلي بها الإنسان توقعات أقل من يعني المتأمل. لماذا؟ حتى يعني حتى عندما يفشل هذا المشروع يعاني أقل مما كان ممكن. وهذا طبعا راح يساعدنا على ماذا؟ يساعدنا على استعداد للتحديات. طبعا عادة يعني لابد أن نذكر بأنه الناس اللي يضعون آمال أقل، هؤلاء دائما بذلك اللحظة يشعرون بأنهم متمكنين جدا من تحقيق ما يشاءون، بل وأفضل بكثير. يعني أنا اليوم أشعر بأنه أنا سأخرج وأكسب، قل سأكسب 100 دولار مثلا، لكن أنا عندي يقين تام بأنه أنا يعني 150 ممكن أحصل، وربما 200، لكن أنا ماذا أفعل؟ أقول لا، أنا يعني 100 كويس، إذا أجزي هو زايد خير، إذا أجي أقل أو ما أجي شيء أصلاً، فأنا آلامي ومعاناتي راح تكون أقل مما كنت أتوقع. وطبعاً هاي استراتيجية كثير من الناس يتبعوها، لأنه إحنا كلنا نعرف يعني توابع أو عواقب يعني الأداء السيء لما نفعله والطموحات اللي نرغب بها. الدرس التاسع يقول كيف ممكن أن نجعل أغبى الناس من العباقرة. نرجع لقضية الإرادة، يقول هي كما قلنا هي رجل الأعمى القوي أو فيل الغاضب. هذا طبعا فيما يتعلق بعلاقاتنا بأنفسنا، ماذا عن علاقاتنا بالآخرين؟
يختصر رأي شوبنهاور بهذه المقولة، يقول: نحن لا نريد شيئا لأننا وجدنا أسبابا له، ولكننا نجد أسبابا لأننا نريده. ما معنى هذا؟ يقول احنا ابتكرنا الدين مثلا والفلسفة لأن ما الهدف، ما هو الهدف؟ هدف أنه حتى نحجب عبر هذين النشاطين البشريين الأساسيين رغباتنا. ولي هذا هو اللي خلى طبعا شوبنهاور يسمي الإنسان بالحيوان الميتافيزيقي. لماذا؟ لأنه يقول أنه الحيوان يرغب بما يشاء مباشرة، أما الإنسان طبعا الحيوان ما يحتاج يبرر ما يفعل، أما الإنسان فبحاجة إلى تبرير، تقدير تبرير منطقي أو ميتافيزيقي لما يفعل. وبالحقيقة هي مجرد حجاب لهذه الإرادة العميقة اللي بداخلنا. معنى عندما قلت أنه إحنا نجد أسباب للأشياء اللي أننا نريدها، يعني أنه المنطق الذي نطرحه هو غاية للشيء نريده بالداخل. يعني كثيرا ما أنا أسمع ناس يتحدثون أنه الله موجود مثلا، هو نصير إلى فكرة دينية هو بداخله موجودة، هو مؤمن بها وهو يريدها، يعني هو هذا الهدف، هو يريد إرادته بالداخل تحث على أن يرغب بهذا المسألة. فهو شو يسوي؟ يستعمل المنطق والعقلانية لكي يعني يبرر هذه الإرادة، أي أنه أنه الإرادة بداخله تستعمل أداة، تستعمل عقله كأداة وليس العكس. هذا معنى أن الإنسان تسوقه إرادته لا عقله. طبعا هذا الدرس يعني كما قلت نستطيع تعلمه، يعني حتى أضيف طريقة لتعلم هذا الشيء. مثلا احنا ما ممكن نجد شيء يعني أكثر إثارة وتهيج لأعصابنا عندما نحاول إقناع إنسان يعني بالأدلة والبراهين المنطقية أن يفهم مسألة معينة، مهما حاولنا لن يفهم. يعني أكو شخص قال لك يابا هو ملحد مثلا، لا يؤمن بوجود الله، أنت مهما حاولت لا جدوى، هو يعني ما يريد، يعني إرادة لا يريد، كلمة يريد أو فعل يريد ما يريد، يعني أنت ما تقدر تقنع، شو تسوي له؟ عليك شو تسوي؟ يجب علينا أن نخاطبه بما يرغب ويريد عن طريق إرادته، أي علينا أن لا نخاطب عقله ولا منطقه ولا يعني أدوات المنطقية، لا نسمح لأدوات المنطقية أن تعمل، إنما علينا أن نراقب إرادته. يعني يقول شوبنهاور في عبارة لافتة، يقول العقلانية والمنطق لا ينفعاننا في حياتنا، لا يؤدينا. هاي ممكن تفيد الشخص المنطقي في عمله، ممكن يصير أستاذ ويأخذ راتب عليه، لكن بالواقع لا أحد يستعمل عقلانية. يقول بدليل، يقول لاحظ أنه أغلب الناس فجأة يتحول إلى عبقري زمانه بمجرد أن يدرك بأن الموضوع المطروح أمامه يخاطب مصالحه الشخصية ويخاطب رغباته ويخاطب إرادته. يقول يعني هذا يعني يبدو الناس يعني دائما نشعر بأنه يعني نعتقد إحنا أنه الناس مسحوبين من الأمام باتجاه المستقبل. الحقيقة والواقع يقول لا، إحنا مدفوعين من الخلف، من الخلف ليس من الزمان، إنما من الخلف من الإرادة العميقة بداخلنا، وليس الإرادة العمياء، وليس الإرادة التي نشعر بها. يفسر الموضوع بطريقة طريفة أكثر، أو حتى يفسر الموضوع بطريقة نوعا ما بها طرافة، يقول يعني إحنا مدفوعين بهذه الغريزة العمياء داخلنا واللي ما ندرك طريقتها بالعمل، أما هذا العقل اللي عندنا فهو ليس أكثر من وزير للخارجية. وهذا العقل هو أنتجه يعني أصلا يعني تم اختراعه أو إنتاجه طبيعيا لخدمة هذه الإرادة الداخلية، وليس لكي نكتشف حقيقة الأشياء، إنما لنعرف هذه الأشياء فقط، أما أن ندرك حقيقتها فهذا أمر مستحيل. يقول أن العقل الناضج يستحق الاحترام بالمناسبة، يعني ما مو العقل الإنسان العاقل أو المنطقي ما لا، هو بالعكس يستحق الاحترام كبير، لكن يستحيل أن يحظى بالمحبة. ويضرب على هذا مثال، يقول أنه أو
او يوصل الى حد انه يقول حتى الجسم نفسه هو من انتاج الاراده. حركه الدم نفسها هي ماذا، كيف يتحرك الدم؟ يعني اكو طاقه، هاي الطاقه هي الاراده اللي تحرك كل شيء. يعني هو يعني جعل الاراده ليست على المستوى البيولوجي انما حتى على مستوى الماده. في حلقه قادمه راح احاول ان اقدم نقد لكل هذه الافكار اللي طرحها شوبنهاور. من اقوال شوبنهاور المشهوره بها اللي بعضها طريف، يقول كل سيره للحياه هي تاريخ لا جدوى من روايته لمعاناه. يقول كذلك كل مآسينا تقريبا تنبع من صلاتنا بالاخرين. بالنهاية أقول عاش شوبنهاور مجهول ووحيد في شقة من غرفتين مع كلبه اللي سماه روح العالم، وإلى درجة أنه كان موضع سخرية الأطفال المنطقة، وكان يسمون هذا الكلب بأنه هو زوجة شوبنهاور أو مس شوبنهاور. مع الأسف يعني هذا الشخص ما حصل على الشهرة إلا في نهاية حياته، و لا أقول مع الأسف، إنما أقول إنه هنالك دائما يظهرون أناس من بيننا لا ننتبه إليهم إلا بعد فوات الأوان، وما أعرف السبب ليش. يعني ربما هو أيضا نفسه شوبنهاور برر ضمن الأشياء اللي تحدثنا عنها، واللي هي سببها إنه هاي الإرادة اللي هو نفسه اكتشفها وتحدث عنها طوال حياته وصرف لها عمره بأكمله، هي نفسها اللي يعني قست عليها وكان سبب رئيسي في 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 معاناته هو بحد ذاته طوال حياته حتى وصل عمر 70 ولم ينل الشهرة إلا في السنة الأخيرة من حياته قبل وفاته بفترة قصيرة. رغم أنه أيضا ما كان يعني ما كان يحب هذه الشهرة ولا كان يبحث عنها، لأن يعتبرها أيضا من الأشياء السيئة. السؤال الآن ليس عن سبب تأخر شهرته، شهرة شوبنهاور، إنما لماذا استمرت هذه الشهرة وبالتصاعد حتى هذه اللحظة؟ ترى هل إنه لأنه فتح عيون علماء النفس على قوة الغريزة؟ أم لأنه شرح لنا سر العبقرية وقيمة الفن وقيمة السعادة؟ أترك لكم الجواب، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.